تزامنا مع دخول موسم الصيف وانطلاقا من مسؤوليتها في حماية وتعزيز السلام العامة لدى جميع المواطنين والمقيمين، تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات الاحترازية والإجراءات الوقائية لمرتدي برك السباحة للحد من تداعيات فيروس كورونا. تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على تأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين من خلال رفع سرعة الاستجابة ومستويات الجاهزية بما يشمل كافة أوجه الحماية المدنية، ومن بينها العمل على تفقد الإجراءات الوقائية في برك السباحة بهدف منع انتشار فيروس كورونا وتأمين سلامة مرتادي برك السباحة، بالإضافة إلى التأكد من توفر الأجهزة ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية. تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني حملاتها التوعوية والتفتيشية على مختلف برك السباحة في مملكة البحرين للتأكد من استيفائها لشروط السلام. إذا نحب نوجه نصايح للجميع، فنصايحنا بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول إلى أصحاب برك السباحة والقسم الثاني إلى مرتادي برك السباحة. فإلى أصحاب برك السباحة يجب عليهم التأكد من صلاحية بركة السباحة من نظافة ومن جودة المياه، ويجب عليهم أيضا التأكد من وجود اللوحة الإرشادية مع معدات الإنقاذ ومعدات الإسعافات الأولية ووجود طفاية الحريق، مع وجود أرقام الطوارئ بارزة في كل مكان داخل بركة السباحة في حال الحاجة لها لا سمح الله، وأيضا من الضروري طباعة عمق بركة السباحة. أما نصايحنا لمرتادي برك السباحة فيجب عليهم عدم ترك الأطفال لوحدهم أثناء السباحة، ويجب عليهم إبعاد جميع الأجهزة الكهربائية من الأماكن المبللة أو اللي فيها ماء، مع وجود هاتف للنقال بالقرب من المسبح في حال أوقات الطوارئ لا سمح الله، وأيضا التأكد من جميع المعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية. في النهاية نحب نوجه للجميع رسالة بأن يتقيدوا بالشروط اللي وضعتها اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا من أجل صيف آمن بإذن الله. وتجسيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية، تأتي الجهات ذات العلاقة بالمزيد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية من أجل تعزيز السلامة العامة في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة. تنصح الإدارة العامة للدفاع المدني أولياء الأمور بمراقبة أطفالهم أثناء السباحة من أجل سلامتهم، وأيضا عدم مسك الأجهزة الكهربائية إلا بعد تجفيف الأيدي من المياه. وتنصح الإدارة الدفاع المدني لأولياء الأمور عدم حجز بركة سباحة ولا يكون أحد من أولياء الأمور موجودين في بركة سباحة غير قادرين على السباحة، لأنه يشكل خطورة على الأطفال والأرواح الموجودة داخل بركة السباحة. نحب أن نشكر الإدارة العامة للدفاع المدني على جهودهم الحثيثة والمستمرة لتثقيف مرتادي برك السباحة وتثقيف ملاك برك السباحة. كما دائما لاحظنا أن المرتادي برك السباحة دائما عنده ثقافة عن إجراءات السلامة. كما نشكر الصراحة اللي هو اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا على دائما إصدار التعليمات أولا بأول، ونحث مرتادي برك السباحة بالالتزام بهذه التعليمات والتقيد فيها. وبالرغم من وجود التوعية المستمرة، تبقى السلامة مسؤولية مجتمعية تبدأ من الفرد ذاته والالتزام باشتراطات السلامة وتطبيق الإرشادات والتعليمات الصادرة هي نقطة البداية من أجل سلامة الجميع.